خلال الدخول الجامعي 2024-2025 سيبلغ عدد الطلبة المقيمين إلى 5930 طالب مقيم بزيادة تقدر ب 11% مقارنة مع العام الماضي. من بين هذه الطلبة 1608 طلبة جدد، من بينهم 423 طلبة ذكور و 1185 إناث. خلال التحضيرات للدخول الجامعي 2024-2025 برمجت مديرية الخدمات الجامعية
ضمن برامج عقود الالتزام جملة من الأشغال والترميمات على مستوى كل الإقامات الجامعية. هذه البرامج شملت بدرجة الأولى تحسين الإطار المعيشي للطالب بإعادة الاعتبار لكل المنداخات، أجنحة الإيواء، التدفئة المركزية، وكذا تحسين جودة الإطعام. خلال الدخول الجامعي هذا إن شاء الله من المرتقب استلام الإقامتين الجامعتين 1000 سرير و2000 سرير اللتان ستدخلان حيز الخدمة إن شاء الله، بعد استلام جزئي لعتاد وعدة النوم وبطارية الطبخ.